الجدلية تطرح يا دكتورة، ودي أعرف وجهة نظرك فيها. من الجدليات اللي تطرح اليوم، وهل أنت تشوفينها صائبة ولا هي فيها مبالغة، أنه قدم محتوى جيد ورزين ورصين ورائع ومثقف وكذا، وفي المقابل لن تحظى بمستوى عالي من الانتشار أو من التأثير. في المقابل قدم محتوى بسيط وعادي، أحيانا يوصف بالتافه، مع أنه في حدود للمفردة هذه، وأنت ستجد انتشار أسرع ووصول أكثر. هذه الجدلية اللي مطروحة، وش موقفك منها؟ وش رأيك وقراءتك؟ هذا ما نرى الصراحة، هذا السائد، أنه دائما المنتشر بكثرة والسائد بكثرة، والجماهيرية للشيء البسيط، للشيء القريب من الناس، الشيء اللي جريء أحيانا نوعا ما. واحيانا فعلا انت لما تتابع، يعني احيانا لما مثلا اسمع انا عن مشهور او مشهوره، احاول اعرف يعني هذه الشخصيه، يعني لا اجد محتوى، لا اجد يعني ماذا استفيد من لبس او ميك اب او اكل مثلا، او يوميات مثلا بسيطه. يعني في يوميات احترمها، يعني جميله، تضيف للاخر اناقه، تضيف للاخر كلمه، تضيف للاخر طاقة إيجابية، أحترمها، جميلة. لكن أحيانا بعض اليوميات يعني فيها توافه كثيرة، أو أحيانا يعني حتى تندم أنك ضيعت وقتك في متابعتها. أي نعم. طيب، الوقت ثمين. علشان نضع يدنا على الجرح، إيش اللي يخلي هذه الأشياء هي أكثر انتشارا ورواجا؟ الجمهور. يعني مجرد أني يعني شوف، أنا فتحت وشفت، مع أني أنا أحسب مشاهد، فبالتالي المتلقي هو الملام. يعني مثلا لو احنا مثلا ضد ظاهره معينه، او ضد شخص معين، او شخصيه يعني من المشاهير، ضد تصرفاته، او ما احنا نقول مو ضد الشخص بس ضد التصرفات مثلا، انا انمي هذه الجماهيريه بتتبعي لهذا لهذه طيب ايش المفروض يسوي المتلقي؟ هو بيقول لك انه انا سمعت عن هذه الشخصيه بالضبط، وانا دخلت بدافع الفضول اشوف، مو قصدي اني ادعم مشاهداتهم ولا حضورهم. ابغى رساله منك، ايش الموقف؟ ذكاء، يعني ذكاء المشهور نفسه، انه ممكن كل فتره، ولاحظ يعني هذا السائد عند المشاهير، انه كل فتره عندما يخفت هذا النجم يعني يعمل حركة، فبركة، ليجذب المشاهد ولعودة الضوء إليه. وهذه نلاحظها عند أغلب المشاهير. طيب إيش مفروض يسوي المتلقي؟ والله المتلقي المفروض يكون أوعى من كذا، لكن غالب المتلقين يعني اللي هم سن اللي ما عنده أي مشكلة أنه يعني يزيد في جماهيرية هذا أو هذا، يهمه أنه يشوف ويمشي. لكن هنا وعي المجتمع بصراحة، يعني المفروض أن سواء الأهل سواء الأصدقاء، يعني وعي المجتمع هو الذي يحد من هذه الظواهر.